شوف هو طبعا تحية لك وسعد علي وجمهوركم الكريم. الموضوع التدريب وتغيير المدربين وهذا كله موضوع يعني بسلبيات. احنا نبحث يعني من الان الى المستقبل ان نهيئ المجتمع الرياضي للسلوك الصحيح. هنالك اخطاء نعم بسبب قلة الخبرة، بسبب الجانب العاطفي، بسبب النتائج، بسبب يعني اسباب متعددة. المنطق يقول انه المدرب من يدرب فريق لازم ندعمه كل الدعم ونعطيه اكبر عدد من الفرص من اجل ان يحقق النتيجة المطلوبة. لكن لما توصل الى الطريق مسدود ممكن يصير تغيير مدرب، لكن المعيب ان ينتقل مثلا مدرب الى من اليوم انا ادرب فريق والعب ضد فريق اخر، بعدين ورا فترة تلقاني ذاك الفريق ادرب ضد هذا الفريق اللي كان فريقي الاول. هذا حقيقة احنا كتبنا مقترح للاتحاد، ربما ينظر الاتحاد في هذا الموضوع في تحديد شروط الانتقال والاستغناء عن المدرب وكيفية التعامل مع المدربين. العملية هي خاطئة ومعيبة، لكن ان شاء الله هي مو نهاية الدنيا، هذه يصير اخطاء في كل دوريات العالم.